بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نرجعوا لكتاب المتعلم والمتعلمة من النشاط العلمي، وبالضبط صفحة 49 من الكتاب المدرسي، دائما ضمن الوحدة الرابعة توالد الحيوانات، وبالضبط الحصة الثانية أعضاء تناسلية لحيوان بيوض. Les organes sexuels d'ovipare, يعني الحيوانات البيوضة هما les animaux ovipares. D'accord, les animaux ovipares. Très bien. إذن بالأهداف التي نود الوصول لها هي أن نحدد الأعضاء أو أعضاء الجهاز التناسلي لحيوانات بيوضة شائعة، مثلا مثل الدجاج، مثل الحمام إلى غير ذلك، وكذلك أن نتعرف أدوار هذه الأعضاء التناسلية لدى الحيوانات البيوضة. مفهوم؟ إذن كالعادة كما تعودتوا معايا في الدروس اللي كنقدم لكم الخاصين من أهل النشاط العلمي، كنبدا معكم بصورة الانطلاق وكذلك الوضعية. مفهوم؟ إذا غادي نبداو أولا بملاحظة الصورة. لاحظ، إذا هذه الصورة توضح تزاوج الدجاج، هكذا يتم تزاوج الدجاج. إذا الديك والدجاجة يتزاوجان لكي يحدث التوالد. مفهوم؟ إذا بداية أقرأ الوضعية. لاحظت سعاد في ضيعة جدها تزاوج الدجاج فأثار ذلك فضولها، وتساءلت كثيرا قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذا هاد سعاد مشات للضيعة ديال جدها، فلاحظت أن هناك عدد كبير من الدجاج يتزاوج، فأثار ذلك فضولها وتساءلت كثيرا، يعني بقات كتساءل مع راسها قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذا في نظركم شنو هو سؤال تقصي اللي غادي يجي لي مع هاد الصورة اللي كتبي توضح لي تزاوج الدجاج يعني حيوان بيوض، وكذلك الوضعية التي فيها سعاد تتساءل عن تزاوج الدجاج؟ داكوغ. إذا في نظركم فينا هو السؤال ديال التقصي؟ إذا كما عودتكم أننا ولينا كنكتبوا سؤال التقصي جميعا. إذا سؤال التقصي وكذلك الفرضيات. إذا سؤال التقصي هو كالتالي: كيف يحدث تزاوج الحيوانات البيوضة، يعني كيفاش كيحدث التزاوج ديال الحيوانات البيوضة، وما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التزاوج؟ تزاوج، إذا بغينا نعرفوا كيفاش كيتم تزاوج الحيوانات البيوضة، وشنو هما الأعضاء اللي كيتدخلوا في هذا التزاوج باش كيحدث لنا التوالد بعد ذلك. إذا الآن غادي نقترحوا فرضيات للإجابة عن هذه الأسئلة أو سؤال تقصي. الفرضيات هي مجرد اقتراحات أو مجرد أجوبة مقترحة، قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة، وبدراسة أنشطة أتحقق نتأكد من الفرضيات ونتحقق منها. إذا الفرضيات هي كالتالي: إذا نفترض أنه لحدوث التزاوج عند الحيوانات البيوضة لابد من ماذا؟ من وجود أعضاء تناسلية ذكرية يعني للذكور، وأخرى أنثوية. داكوغ، أنثوية، يعني خصنا حيوانات أو عفوا خصنا أعضاء تناسلية ديال الذكر اللي الرمز ديالو بحال هكا، وكذلك أعضاء تناسلية ديال الأنثى اللي الرمز ديالها بحال هكا. سي تخي بيان. إذا هذه هي الفرضية اللي غادي نقترحوها، وغادي نحاولوا أننا نتحققوا من هذه الفرضية اللي افترضنا واش هي صحيحة ولا خاطئة. مفهوم؟ إذا والآن باش نتأكدوا من صحة الفرضية ونشوفوها واش صحيحة ولا خطأ، غادي ندوزو باش نديرو ليزيكزارتيس ديال أو الأنشطة ديال أتحقق. عندي مجموعة من الأنشطة كاينة في هاد أتحقق، غادي نتأكدوا من خلالها من صحة الفرضية واش لحدوث التزاوج لابد من وجود أعضاء تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية. داكوغ، نشوفوا أتحقق ولاحظوا رسم جهازي
توالد دجاجة وديك بعد تشريحهما وأعبر شفهيا. إذن هنا عندنا الرسم ديال جهازين تناسليين ديال الذكر ديال الدجاج اللي هو الديك وديال الدجاجة. إذن لاحظوا أولا الرمزين، رمز الذي لونه أحمر هو رمز يشير إلى الذكر، إذن الجهاز التناسلي للذكر هو هذا، وكذلك بالنسبة للجهاز التناسلي للأنثى هو هذا الذي نرمز له بهذا الرمز الأخضر. إذن نلاحظ ماذا نلاحظ؟ رسم لأعضاء توالد دجاجة وديك، بحيث يتبين لنا وجود أعضاء تناسلية ذكرية وأعضاء تناسلية أنثوية، مفهوم؟ إذا قلت لكم بأن الرمز اللي بالأحمر ديال الذكر والرمز اللي بالأخضر اللي هو ديال الأنثى. شوفوا لا كيسيون 2، سؤال ثاني. أضع مفتاحا للرسمين لأتعرف أعضاء توالد الدجاج. إذا غادي نديرو مفتاح للرسمين وغادي نملؤوا هذه الفراغات الموجودة في كلا الجهازين، الجهاز التناسلي للذكر والجهاز التناسلي للأنثى، مفهوم؟ وغنكملوا بهذا مبيض رحم قناة منوية خصية قناة مبيضية ومدرك. إذا نبدأ أولا بالأعضاء التناسلية الذكر، نبدأ بهذا 1 2 وإحنا غادي. إذا 1 ماذا يوضح؟ إذا 1 يوضح خصية أو خصيتين، دكاغ. إذا نكتب أنا خصية، دكاغ، لأنه أعطوني نكتب أنا خصية، دكاغ. إذا الرمز كيشير للجوج، إذا خصنا نكتبو تما خصيتين، ولكن هما عطاونا خصية نكتبو خصية، دكاغ. إذا مشات لنا خصية. ثانيا عندنا قناة منوية، دكاغ، قناة منوية، قناة منوية الذي عبرها ينقل السائل المنوي، نعم. إذا هنا ثالثا عندنا معي، دكاغ، معي هو هذا. رابعا اللي كيتشاركوا كل من الجهازين تناسليين للأنثى والذكر فيه، وهو المدرق، المدرق أو المخرج، المدرق، مدرق، دكاغ، مشات مدرق، مشات كذلك قناة منوية، بقى لي مبيض، رحم، وقناة مبيضية. إذا غنبداو أولا بخامسا اللي هو المبيض، دكاغ، هنايا على مستواه يتم إنتاج البويضات، إذا مبيض. هنا عندنا المبيض. سادسا، إذا نضربو على المبيض، سادسا عندنا قناة مبيضية، قناة مبيضية، قناة مبيضية، وهنا رحم، وهنا الرحم، دكاغ، وهنا الرحم. إذا اللي كنلاحظوا في هذه الصورة هو رسم لأعضاء توالد دجاجة وديك، يعني أعضاء التناسلية المكونة لأعضاء التوالد عند الذكر والأعضاء التناسلية المكونة لأعضاء التوالد عند الدجاج. شوفوا ثالثا، سؤال ثالث، استئصال المبيض يؤدي إلى عدم إنتاج البويضات، أما استئصال الخصة فينتج عنه غياب حيوانات منوية. شنو كيقول لك هذا السؤال؟ هو حدد دور كل من المبيض ودور الخصية. سي تري بيان، دابا كيقول لك بأن هذا الديك إلا جينا وزولنا له هذه الخصية ما غاديش يتم انتاج الحيوانات المنويه، وهنايا الى جينا احيدنا المبيض ما غاديش يتم انتاج البويضات. اذا اين يتجلى دور كل من المبيض والخصيه؟ اذا دور المبيض هو انتاج البويضات، اذا كينتج لنا البويضات. وبالنسبه لدور الخصيه، الخصيه تنتج انتاج الحيوانات المنوي، دكاغ، إنتاج الحيوانات المنوية. إذن المبيض كينتج لنا البويضات والخصية كتنتج لنا حيوانات منوية. الآن غادي نمرو باش نقراو الملخص، أستخلص، ومن بعد نديرو الإكزرسيس اللي كاين ديال أطبق. أستخلص، يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومدرق. إذن هما هذوما اللي شناهم هنا الفوق في الرسم. الجهاز التناسلي للدجاجة يعني الأنثى كيتكون من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومدرق. أما الجهاز التناسلي للديك بالنسبة للذكر يعني الديك، الجهاز التناسلي ديالو يتكون من خصية وقناة منوية ومدرق، ينتج المبيض البويضات، أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية. إذا المبيض كينتج لنا البويضات عند الأنثى، والخصية عند الذكر تنتج الحيوانات المنوية، دكاغ، تنتج الحيوانات المنوية. اون فرونسي لاباراي جينيتال دو لا بول اي كونستيتوي دو لوفير اللي هو المبيض، ديتوروس الرحم، دو كانال كوندكتور اي دان كلواك يعني واحد القناة ناقلة ولا قناة مبيضية، اي دان كلواك اللي هو المدرق، دكاغ. سولوي دو كوك اللي هو الديك اي فورمي دو تيستيكول اللي هي الخصية، دو كانال كوندكتور اللي هي قناة منوية، اي دان كلواك اللي هو المدرق.
Les ovules, les البويضات, sont produits par les ovaires, يعني par le mabed. يعني هاد les ovules, les البويضات, qui يتنجو من طريق المبيض. C'est très bien. Et les spermatozoïdes, les الحيوانات المنوية, dans les testicules, qui يتنجو فين في الخصيات. C'est très bien. إذن هذا هو الملخص. الآن غادي ندوزو لأطبق. غادي نطبقو شنو اللي تعلمنا في هاد الدرس هذايا. صافي. La première question, c'est la suivante. Regardez. J'observe les schémas séquentres et j'écris chaque numéro dans la case qui convient. Donc, عندي هنايا لوفير اللي هو المبيض ها هو المبيض عندنا لوتريس اللي هو الرحم عندي سبيرميدكت اللي هو القناه المنويه اللي هي قناه منويه تيستيكول خصيه عندنا لوفيدكت اللي هي قناه مبيضيه وهنا كلوك اللي هو مدرق اول حاجه غادي نبدا بها هي الحاجه المشتركه ما بين الفيمينين والماسكولين هنا عندي فهاد الشيما هذه فهاد الرسم شيما سامبليفي دو لاباراي ريبرودكتور دو غرونوي مال اي فيميل دونك هنايا لاباراي ريبرودكتور يعني الجهاز التناسلي ديالاش ديال الضفدع الضفدع الذكر والضفدع الانثى اذا هنا اللي كيتشاركوا بيناتهم هو هاد خمسه هذه اللي هو ماذا المدرق اذا مدرق اللي هو كلواك رقمه 5 صافي رقم 5 انا تهنيت منه صافي دابا غادي نشوفوا فين هو اول حاجه المال وفين هو الفيميل فين هي الذكر وفين هو الانثى الذكر هو هذا اللي قلنا لكم الرمز ديالو والانثى هي صافي الرمز ديالها هي سي تري بيان دابا الذكر قلنا بان الجهاز التناسلي ديالو كيتكون فقط من خصيه قناه منويه ومدرق اذا هنايا اين توجد الخصيه الخصيه هي تيستيكول اذا هي رقم 3 صافي رقم 3 وبالنسبه للقناه المنويه هي سبيرميدكت اللي هي رقم 6 غيبقى لي لوفير لوتيروس وعندنا لوفيدوك هنا لوفير هو المبيض وهنا رحم وهنا قناة مبيضية لاحظوا هنايا واحد رقم واحد هو المبيض رقم واحد بالنسبة للقناة المبيضية هي رقم جوج لوفيدوكت وبالنسبة للرحم هو رقم أربعة هو اللي بقى ذكر هو رقم ربع اذا هنايا هادوما اعضاء تناسليه ديال كل من الانثى وذكر الضفادع صافي نشوفوا لا كيسيون 2 يتم الاخصاب عند الضفدع خارج جسم الانثى عكس الدجاج كيقول لك بانه الاخصاب ما كنهضروش على التوالد كنهضروا على الاخصاب الاخصاب ما بين الضفدع يعني الذكر والانثى شنو كيوقع خارج جسم الانثى يعني عمليه الاخصاب كتوقع خارج جسم الانثى عكس الدجاج الدجاج لا الدجاج كيوقع داخل واش صحيح ولا خطأ؟ إذن هنا الإجابة هي صحيح نعم لماذا؟ لأن الإخصاب خارجي إذن كيوقع واحد الإخصاب خارجي عند الضفادع يعني خارج جسم الأنثى إذن وبهذا غادي نكونوا كملنا الدرس ديال اليوم اللي كان خاص بالأعضاء التناسلية لحيوان البيض حيوان البيض الذي يبيض نكون ضمن الحصة الثانية من الوحدة الرابعة توالد الحيوانات دائما في كتاب منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي كنتمنى أنكم تكونوا كتفهموا معي في قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري زيدوا دعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته